يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين من يقول إن مسائل العقيدة مجمع عليها ولا خلاف فيها، وبين أن مسألة التوسل تعد خلافية؟ التوسل إلى الله بالذبح والنذر، التوسل إلى المخلوق بالذبح والنذر والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك، هذا شرك. وأما أنا وضحت لكم، قلت إذا صلى عند القبر لا يقصد إلا الله فهذا وسيلة إلى الشرك وبدعة، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، لأنه يؤول به الأمر إلى أن يشرك بهذا الميت، يأتيه الشيطان ويزين له عبادة هذا الميت. نصب قوم نوح للصور ليس شركا في البداية، وإنما هو وسيلة إلى الشرك، فلذلك في النهاية عبدوا هذه الصور وعبدوا هؤلاء الصالحين. ففي فرق بين الشرك ووسيلة الشرك. نعم.